رسول الله. هنتكلم عن اوكسيديشن اوف الكحولز، اكسده الكحولات، باستخدام تاي ميثايل سلفوكسيد. الداي ميثايل سلفوكسيد دوت الشكل بتاعه والتركيب بتاعه زي ما احنا شايفين كده اهوت، كبريتا اهيت، وفيها دبل بوند او ميثايل داي ميثايل سلفوكسيد. ده البطل بتاعنا، العنوان بتاعنا اسمه اوكسيديشن اوف كالكول ويز داي ميثايل سلفوكسيد. مش هي بس، ده كمان هيبقى ليها مركب تاني معاها ويز داي ميثايل سلفوكسيد الكترون ديفيشنت ايجنتس. يعني مش هي بس، هي دي تعتبر خامة بتاعة تكوين الكترون ديفيشنت ايجنت. يعني مش هي اللي هتقوم بالبتاع، هي تعتبر جزء من المخلوط اللي بيتحط وبيديني المادة المؤكسدة. طيب ايه هي بقى المخلوط ده؟ المخلوط دي انا عندي 8 انواع مخاليط، تمن انواع مخاليط كلهم فيهم الدمسو، كلهم فيهم الدمسو دي ام ان سو اللي هي داي ميثايل سلفوكسيد. اول واحد داي ميثايل سلفوكسيد ويز دي سي سي، ويز دي سي سي اللي هو داي سايكلو هيكسايل كايبو داي امايد، داي امايد. تاني واحد ويز اسيتيك انهيدرايد، يبقى with acetic anhydride AC2O. تالت واحد برضو يعتبر with acetic anhydride، بس هنشيل التلات هيدروجينات بتوع ال CH3 بتاعت الأسيتايل وهنحط F3، يبقى CF3CO2، وطبعا بره O. يعني هي نعتبر حالة خاصة من ال ACO2. بعد كده SO3 دمسو with SO3 دمسو with P2O5 دي اهيت. يعني واحد في SO3 والاس ده شبه اللي هو الدمسو نفسه، واحد مع ال B2O B2O5، واحد مع COCl كل 2 سوسال 2 سوسال 2 سوسال 2، وفي واحد مع NCS NCS اللي هو N كلورو ساكسينامايد، ان كلورو ساكسينامايد، ان كلورو ساكسينامايد، واحد تاني مع سي ال 2. يبقى باختصار بقى دي سي سي مع دامس دي سي سي اي سي 2 او سي اف 3 سي او 2 سي او 2 او اس او 3 بي 2 او 5 سي او سي ال 2 ان سي اس اللي هو ان كلورو ان سي اس ان كلورو ساكسينامايد مع الكلورايد. دول الثمانية اللي هما الثمانية الايجنتس اللي هما ايه دايم سايد سيركلز ويز الكترون ديفيشنت ايجنت. كل مخلوط من دول بيديني مركب، المركب ده هو يعتبر الانترميديت او الكترون ديفيشنت اوكسيدنت الانترميديت اللي هو بيعمل لي عملية الاكسدة للكحول. خمسه يكون الكترون ديفيشنت سلفونيوم ايون انترميديت، مركبات وسطية بتحتوي على سلفونيوم ايون اللي هو صفته اللي هو ايه الكترون ديفيشنت. ده بيبقى عطشان سلفونيوم يعني موجب. بيقول لك كويز يوريا ديفاتيفز اسيد انهيدرايدز اسيد كلورايدز او كلوراين ذوز انترميديتس ار كابابل اوف اوكسيدايزنج برايمري از ويل سكندري الكولز اندر ميلد كونديشنز، تحت ظروف متوسطه. بيقول لك الالكترون ديفيشنت او الالكترون هانجري او الالكترون ثيرستي ديت ايجنت are capable قادرة على snatching، يعني هبش snatching electrons الكترونات، وليس خلي بالك هنا مش هيدروجين، snatching electrons الكترونات من electron donating compounds. snatching يعني بتسرق الكترونات من عطشان من ال electron donating compounds اللي هي كمثال الالكحولز leading to their oxidation، تقود الى اكسده هذه المركبات اللي هي منها الكحول.
اول مخلوط هنستخدمه اللي هو داي ميثايل سلفوكسيد دمسو مع يوريا ديفاتيف اللي هو دي سي سي دي سي سي. نركز مع بعض نشوف نشرح كده نشوف. داي ميثايل سلفوكسيد دمسو مخلوط اهو دمسو مع زائد دي سي سي. نرفع خط شوية بيقول لك ايه بقى دامسو سيرفز بوس دامسو سيرفز بوس از سولفنت اند رياكتنت. في ميزه عندنا في الدامسو جميله جدا ان هو بيستخدم كسولفنت بالاضافه الى ان هو رياكتنت يعني منه فيه هو مخلوط بقى يعني. With any of DMSO with any of di ثنائي cyclohexyl ثنائي cyclohexyl carbo في مجموعة carbonyl di amide ثنائي amide. يبقى نكتبها كده مع بعض اللي هو دي سي سي اللي هو يبقى دمسو زائد دي سي سي اللي هو ايه داي سايكلو هيكسايل. تمام كاربو داي ايمايد. طب شكرا من كده سايكلو اكسايد كده اهوت وسايكلو اكسايد كده اهوت ان تساوي سي دول بوندو اسف طب نبتديها نشرح من الأول برضه عشان ايه احنا عرفنا اسمه نحفظ اسمه كده كويس دي سي سي اللي هو داي سايكلو هيكسايل داي سايكلو اهو نحفظ اسمه برضه داي سايكلو هيكسايل كاربو داي داي سايكلو هيكسايل كاربو اللي هي سي دبل بوند او داي امايد داي امايد دي سي سي دي سي سي او حتى ده مش لسه بشكل عام. طب كويس ده نسو ايه وإز إن اوف دي سي سي داي سايكلو هيكسايل كاربو داي امايد او اي سي 2 او او CF3CO2 كل 2 O او السوسال 2 COCl2 for the agent capable of oxidizing primary and secondary alcohols during this oxidation خلال دي كده dimethyl sulfide Me2S انت الكلام اخده وعطى Me2S
اللي هو داي ميثايل سلفايد بالدي سلفايد فانكشن از ليفينج. دي اللي بيطلع لنا نواتج اللي هي ايه ميت اس. هو بيشرح لنا طيب رقم واحد، رقم واحد اللي هو اوكسيديشن اوف، اوكسيديشن ويز دامسو واحد، يبقى المركب الثانوي اللي احنا قلنا هيطلع ميت اس اوكسيديشن ويز دامسو مع الدي سي سي، مع الدي سي سي. وات از دي سي سي؟ هو بيشرح لنا الاول المركب بشكل عام، دي بريورتي اقل شويه بس احنا هنقولها. يوريا اللي هو كاربو داي اماي. الله ده احنا جبنا، ده انت ملاحظ حاجه غريبه جدا ان هو ده كاربو داي امايد، على فكره بالاي مش بالاي، كاربو داي امايد. حلو قوي، في مشكله معانا؟ لا، دي يوريا عادي جدا اهي، سي دبل بوند او ان اتش 2 ان اتش 2. ايه رايك نطلع هيدروجينتين من الاتش بتاعت النيتروجين اللي على اليمين واحد من الشمال، واحط مكانهم داي سايكلوكسايل يوريا زي جناحات كده اهوت، ماشي اهو واحد اهوت سايكلوكسايل واحد سايكلوكسايل، فيها مشكله؟ لا مفيش. تالت خطوه، ايه رايك اعمل كيتو انولايزيشن كده اهوت، ان الاكسجين هتهبش الهيدروجين الحميديه اللي جنبها وتتكسر الدبل بوند اللي فوق، والرابطه بتاعت اللي هي اللي كانت رابطه اللي بتاعت النيتروجين، الرابطه الهيدروجين هتنزل تحت تبقى دبل بوند كده اهي. خدت بالك انت من الجزء ده؟ اسمه ايميديك اسيد، ايميديك اسيد، ايميديك اسيد، ايميديك اسيد، ايميديك اسيد. طب ما الكربون الهيدروجين التاني هتغير برضه، هتعمل ايه برضه؟ هتنزل هنا دبل بوند، والاكسجين هتهبش الهيدروجين الحميديه وتقفل ويطلع تماما بقى عندي الميه، هنزع الماء. انا لاحظت ان كله يعني نزع الماء ده بيديني الهيدرايد، وتعتبر دي برضه دي مركب غريب قوي كده اهوت، كده اهوت ان بيساوي سي بيساوي ان بيساوي داي سايكلوكسايل دي سي سي، داي سايكلوكسايل كاربو داي ايمايد، لكن ده اسمه ايه؟ امايد بتاع اليوريا نفسه، شوف اللخبطه بقى، يوريا نفسه اسمه امايد، لكن ده اسمه ايمايد بالاي، ايمايد ليه ايمايد؟ لان دي سي دبل بوند ان، دي مجموعه ايمايد، وده اسمه ايه؟ ايميديك اسيد، ايميديك اسيد اللي هو ايه؟ بعد اول مرحله الكيتو انولايزيشن. المرحله الثانيه هي كيتو ان لوحده، بعد كده بيطلع نزع للماء، نزع ديت كده اهوت، يعني هنا كيتو انول اللي هي كده، بعد كده سهم واحد ونزع الماء، بيديني بقى في الاخر مركب اللي هو العين عليه اللي هو ايه؟ داي سايكلوهيكسايل كاربو دايمايد. داي سايكلو هيكسايل
عقربه. داي اي مايد، يبقى سي دي سي سي. ده شرح اللي هو المركب اللي هو بيتحط بيتخلط. المركب ده، هذا المركب الذي يوضع في المخلوط مع دمسو. ده اللي بيتحط في زائد دمسو بيبقى ايه؟ المخلوط، مخلوط الأجسام. حلو أوي. بعد كل ده بيشرح الرياكتنت. حلو والله. طيب ايه الكونتاكت بتاع التفاعل؟ ما هو الكونتاكت بتاع التفاعل؟ كونتاكت التفاعل ان انا بعمل، بجيب شوية حامض دايما الدكتور يقولك بجيب شوية حامض واقوم ضايفهم. ده هي دي اصل المركب ده، الدي سي سي ده يعتبر في سترونج بيز، فيري سترونج بيز، لان في طبعا شايف انت النيتروجين الاورون بتاعتها او اللون بيز بتوعها شاهين جدا، يهبش بروتون، ياخد بروتون. ده داي سايكلوهيكسايل كاربو داي امايت دي سي سي. دي سي سي. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا ملاحظ حاجة بس انت نسيت تقولها يا ماجد، هي تعال نركز مع بعض. انا هنا اخد بروتون، تمام. السي دبل بوند او ديت هتتكسر واحدة منها ناحية النيتروجين، يبقى هتسيب لي هنا ايه؟ ده كربو كاتيون، كربو كاتيون. يبقى ايه اول ستيب؟ رقم واحد، اول خطوة تكوين كربو كاتيون اهو، كربون كاتيون. لو ما شاء الله عليك كربون كاتيون يعني فخم، يعني كربون كاتيون ثلاثي. حلو أوي. كل ده علاقة بالمخلوط؟ لا ملوش علاقة لسه. جبت يا عم انت، جبت العروسة، جبت العروسة. ايه هي العروسة بتاعتنا؟ اللي هي الدمسو فور. دمسو، دمسو فيت. لا ما بتستظرفش. ميثايل، ميثايل كاتبها بطريقة معينة لحكمة ما. ويس دبل بوند او. حلو. كربو كاتيون ده هيعمل ايه بقى؟ شايف انت ماجد الأكسجينة لون بير of oxygen attack carbocation. يبقى انا بهجم على الكربوكاتون كده اهوت، فطبعا بالتالي
الرابطة بتاعت الاس واحد اتكسر كده اهوت، وهيديني مركب معلق. خلي بالك بقى لان انت ايه هنا دق مسمار كده اهوت. ما هي ايه فايدة الدكتور ان هو عامل زي كأنه ايه زي مسمار، انا لو كأني ضايق مسمار في الحيطة هنا، ده في الشقة وده في الشقة، ده هيخش هنا هيتعلق كده اهوت. هديني مركب بهذا الشكل سيبك من السهم اللي عليه دلوقتي، لكن احنا بنشرح الشكل. اتعلق اهو طبعا هنا اتكسرت خلاص الرابطة ومفيش كربو كتايم. اديتني حاجة غريبة جدا اللي هو ايه السلفونيوم ايون، بس هل دي النهاية بتاعته؟ قالك لا، هو ده غالبا مش ده هيبقى الشكل النهائي، او هو الشكل النهائي، بس هو بيقول في خطوة هنا ان هو بيحصل له ايه ريزونانس ستابيلايزد كي انترميديت. انا مش فاهم هو عمل الاتش هنا كده دي ليه لغايه دلوقتي. انا ماشي عادي جدا، هو اداني هنا اللون بيه هتقفل، هتديني اكنه هنا متعلق، وهنا هيديني ايه بوزيتيف على الاكسجين، وهنا بوزيتيف على السلفر. ففي الموجب والسالب الموجب والموجب بتتارجح ما بين ايه ما بين الاو والاس. في ده ريزونانس، ريزونانس ستابل كي انترميديت، هو الدكتور مسميه كي انترميديت. حلو قوي. هو الدكتور خد الشكل اللي هو ايه الاولاني، ما اعرفش يعني هو جاب سبب بتاع، هياخد الشكل ده هيحطه هنا ايه هاندل بيه، مكانيزم مهم جدا. خدوا الكي انترميديت ده الكي انترميديت ده، هاخده هجيب بقى اللي هو الضحية بتاعتي، هم عاملين زي ريا وسكينة، ريا وسكينة اتفاعلوا مع بعض ادونا الكي انترميديت، هات الشابة بقى اللي هم عايزينها الكحول. حلو اوي كحول. ده المركب بتاعي، جبنا الضحية بتاعتنا، بس اول مره اشوف الكحول اللي هيتفاعل بطريقه غير اللي احنا خدناها قبل كده مع الترانزيشن ميتالز اللي هو الجزء الاولاني خالص. اللون بير بتاع الاكسجين احنا عارفين ان ده نقرا طيب الكترون، معلش انا اسف، اللون الكترون ديفيشنت oxidizing reactant اللي هو بين قوسين electron deficient اللي هو الانترميديت اللي هو الالكترون ده اللي عليه العين ده كي انترميديت اهو، ده نتيجة مخلوط الإضافة مع بعض، ده هو اللي هيسبب لي التفاعل. ايه اللي هيحصل بقى؟ شايفين احنا السنتر البوزيتيف البوزيتيف اللي هو الاس ده، ورغم ان هو ايزونس بس اخترنا لان اكسجين مع اكسجين متهيألي مش هتركب. اللون بيض ديت بتاعت الكحول، شوف احنا اتكلمنا ايه في كده ايه تركه هتخش تتعلق هي كمان. ده بص ده هنا خلي بالك انا ناسي ايه، ناسي الشماعه، ناسي الشماعه ده متعلق معلقها على الحيطه، والحيطه دي متعلق عليها حيطه تانية يعني متعلق عليها هدوم اهي. سكند زي الكحول ده اللي هو الدكتور كاتب بتاعه مع التاني ان ده اسمه كي انترميديت او ستارت كي انترميديت. اللي قبليه كان خطوة اعداد الانترميديت ده ان انا بعمل ايه، بديله حبة حامض، حبة حامض دول بيديله كاربو كاتاين، الكاربو كاتاين ده وانا معلق فيه ايه ده شيء فيه ايه اللي هو البتاع ده، وده بيبقى ستيبل بالريزونانس، وبعلق باللون بيض يبقى الاكسجينه دي بعلقها
بتاعت الكحول، بعلقها في ايه بقى؟ بعلقها في السلفوره. يا نهار ابيض، يعني الاكسجينه الكربونه دي ماسكه ايه؟ ماسكه الاكسجينه بتاعت الاو ام اس، والسلفوره بتاعت الدمسو ماسكه فيها ايه؟ السكندري الكحول، المركب اللي مركب من مركب من 3 مركبات. حلو قوي 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 قوي. نشوف بقى اعداد للاسهم الجايه ايه. اتخيلت الشكل كده اهو، الاكسجينه هجمت باللون بيض، ده هجمت باللون بيض اهي، وفقدت، انا نسيت اقول، وفقدت بروتون. الله، ده شويه الحامض اللي انا حطيتهم خدتهم تاني، ده عوض عوض شوية الحامض اللي اتحطه اهو. شلت بروتون، شلتها ازاي اهو؟ الرابطة دي هتتكسر، الرابطة دي هتتكسر على الأكسجينة، فتهجم على السلفوري السلفونيوم ايون اهو، هطلع هنا ايه؟ هطلع بروتون، ده هيعوض لي شوية الحامض اللي استلفته. يبقى استلفت شوية حامض حطيتهم، ده البروتون طلع تاني. طب تعال نشوف بقى شكل المركب اللي هو ايه. احنا قلنا ايه؟ منبصش على الاسهم، عشان الاسهم بتبقى اعداد للخطوة التالية، يعني خلينا الاسهم اعداد للخطوة التالية. تعال نشوف الخطوة التالية، لسه لازال عندي المركب متعلق اهوت اهو، ده الجزء ده بتاع ال الجزء ده لازال بتاع، اسف، الجزء ده لسه بتاع الدي سي سي، الجزء ده بتاع الدمسو، الجزء ده بتاع الالكوهول. تمام. عشان اجهزه، لو تفتكر الدكتور عمل ايه؟ حط الاتش هنا وفصلها عن السي اتش 2 بتاع الدمسو. مين اللي طمع فيها؟ اللون بيبص على النسيجين بتاع الدي اس اس، الدي سي سي بص على بتاعت ايه؟ الدمسو. يبقى ان سي 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 الاتش بتاعت ايه؟ الدمسو. حلو، ايه اللي هيحصل؟ طيب هتهبشها، ولما تهبشها الرابطه دي هتتكسر ايه؟ كده انت واعي الكلام اللي بتعمله، انت كده هتبتدي، انت كده بتخسر، هنخسر بعض اهي اهي. طب وبعدين يا عم؟ انا عايزك، عايز الكربونايل عاوزة ترجع تاني، ترجع تاني اهي. يبقى هنا كمان الاس هتطلع، يبقى الاس كل واحد فينا ايه هيطلقه، كل واحد فينا. مش هما كانت عروسة زمان؟ عملنا عروسة وحطينا شوية حامض وبتاع في ايه وبتاع، كده تمام. اتعملت وطلعت ورجعت، والنيتروجين هبشت عشان تبدأ التفاعل، هبشت واحد من الدمسو عشان ينفصلوا. قال لك انا مش هتطلع بالسهل، انا عايز ايه؟ هاخد دوت هيديني مركب اذا هو ايه بقى كده اهوت بالشكل ده. انا شكلي هوقف الفيديو، انفصلوا مع بعض، انفصلوا عن بعض. فصلوا عن بعض واداني مركب كده اهوت، ده دي سي يو. ما هو الدي سي يو؟ اللي هو داي سايكلوكسايل يوريا. كما خلق، كما بدأناكم نعيدكم.
واداني الزيفيتال ايون اللي هو اس بوزيتيف كده اهوت، وسي اتش ماينس اللي اتعور. ما هو الدمس اتعور، ما بقى حصل طلاق وضرب واخد البروتون منه، كانت قصه سودا يعني. ده بسميه زيفيتال ايون. الزيفيتال ايون دوت هيحصل ايه بقى؟ عشان ارجع تاني، هيهبش بروتون من الكحول. شوف في الاخر سبحان الله، كل واحد يستقوى على التاني، زي ما اتهبش بيهبش كما تدين وتدان، وسي دبل بوند واحد هترجع وهتنفصل الاس كده، هيديني بقى ايه؟ داي ميثاي سلفايد اهوت. الاكسجين هتروح مع الكحول، والكحول اهو كيتون، وده هايلي ديساجريبل ستيرنس، ريحه وحشه. يبقى دي ام اس او دي سي اوكسيديشن اوف الكحولز is known as بيفتنزر موفن، بيفتنزر موفن اوكسيدنت، بيفتنزر موفن اوكسيدنت، بيفتنزر موفن اهو ديت كيتون اهو. دي هبشت بروتون من الدمسو وانفصلوا، اضطر ينفصل بالاكسجينه بتاعته، اداني ايه؟ دي سي يو ده سكواد سيوريا، وال ودي الزيفيتال ايون، ده الزيفيتال ايون النيجاتيف وبوزيتيف انفصلوا، ده دي ام اس وده كيتون، وده ده الميكانيزم الاولاني بتاعنا. شكرا.